فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة وهذه حالي؟ إيش يقول؟ أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة في هذه الحال؟ إذا كان الدخل الذي يأتيك من الجامعة ومن غيرها لا يكفيك أنت وأولادك، فخذ من الزكاة قدر حاجتك فقط. أما إذا كان ما يأتيك من الجامعة أو من غيرها يكفيك، فلا يجوز لك أخذ الزكاة بحجة أنك طالب. نعم.